هذا نبتة فيها مثل نتحت فيها مثل نبتة فيها. هكذا يحاول الأطفال نطق بعض الكلمات، أما في حالة عدم حدوث ذلك فتسمى بظاهرة تأخر النطق عند بعض الأطفال التي باتت مشكلة تؤرق الأهل، لأن الكلام أو النطق هو أحد مظاهر ومؤشرات التطور الطبيعي عند الأطفال، ويختلف تطور النطق من طفل إلى آخر. لذا من الضروري فحص الطفل منذ ولادته للتأكد من أنه لا يعاني من الصمم أو من تخلف عقلي أو أي أمراض أخرى تؤدي للتأخر في النطق. من الطبيعي أن يبدأ الطفل في تقليد اللغة في الفترة من سنة ونصف إلى 3 سنوات، حيث نجد الأطفال حينها يحاكون ألفاظا أكثر تعقيدا لتكوين عبارات من كلمتين. فعادة ما يحاول الأطفال خلال هذا العمر الثرثرة مع أنفسهم أو مع ألعابهم، لذا يجب عدم مقاطعة هذه الثرثرة لما لها من تأثير في تطور مقدرتهم على الكلام خلال هذا العمر الذي يميزهم بحدة الانتباه. تأخر النطق عند الأطفال له أسباب عديدة، منها ما هو نفسي مثل نمط التربية والعقاب الشديد والتدليل الزائد بتلبية احتياجات الطفل بمجرد الإشارة إليها، ومنها ما هو عضوي مثل نقص في خلايا الدماغ، الصمم، تضخم اللوزتين والزوائد الأنفية والتهابها. وفي حالة حدوث ذلك ينصح أخصائي التخاطب بضرورة فحص السمع لما له من أهمية كبيرة على النطق، وتشجيع الطفل على مخالطة الأطفال الآخرين والتخاطب معهم بشكل سليم. إسراء سعد، الحياة الآن.